مرحبا بكم في برنامج الصلقلقي تحت المجهر. اليوم سأثبت لكم أن الصلقلقي ياسر الخسيس يأخذ عقائده من إخوانه النصارى. كل الغلو الذي وقع فيه النصارى أخذه الصلقلقي ياسر الخبيث ووضعه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنرى الآن فيديو معنا لأحد القساوسة يقول أن المسيح كان موجودا قبل خلق العالم، وهذه العقيدة موجودة بالضبط عند معمم الشيعة، عند علماء الشيعة، أن علي كان موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض. وهذا القس سيقول أن الذي خلق السماوات والأرض هو المسيح، كان موجود قبل الخلق وبه تكون العالم. نشاهد في العالم وكون العالم به، خلق السماوات والأرض، نتكلم عن المسيح وكون العالم به، وكون العالم به. الآن سأسمعك مقطع صوتي، هذا المقطع من محاضرة خاصة للصلقلقي ياسر الخبيث، محاضرة مغلقة يصعب أن تجدها على الشبكة العنكبوتية، وهو يقول من قال، ليس بمغالي، من قال أن علي خلق السماوات والأرض، مدام بإذن الله ليس بمغالي، فعند الشيعة خلق السماوات والأرض من علي، هذا بإذن الله، يبقى هذا ليس بغلو وصحيح. وأيضا في نفس المقطع سأسمعك ما قاله القس، هذا القس قال بأن بالمسيح تكون العالم، وسأسمعك الآن السلقلقي وهو يقول، ينقل عن مهديهم أنهم صنايع الله والخلق بعض صنايعنا، يعني هم الذين صنعوا هذا الخلق، نفس عقيدة القصة التي شاهدتها من قليل. ليس بمغالي، إذا جاء شخص وقال إن عليا خلق العالم، خلق السماوات والأرض، لكن ذلك كان بأمر الله تبارك وتعالى، هل هو مغال أم لا؟ ليس بمغالي، التفت جيدا وانتبه. قال الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه: نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا. خلص، احنا صنعنا الخلق. علمتم من أين يأخذ السلقلقي ياسر الخبيث وعلماء الشيعة دينهم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.